الكواليس، ان قبل ما الكابتن زوران هو قدم استقالته يوم الاحد، يوم الاثنين كان في مكالمه تجمعه بين الكابتن زوران والكابتن طارق العاشي الشخصي. من ضمن الناس اللي رشحت الكابتن طارق العاشي هو الكابتن زوران، محبه وتقديرا لهذا الرجل المحترم ابن نادي الاتحاد اسكندريه واللي اسمه طارق العاشي. فانا النهارده لو انا جاي كمسؤول عن نادي الاتحاد ورئيس نادي الاتحاد السكندري وبحضر مؤتمر صحفي بجانب الكابتن طارق العاشري، انا اعرف تاريخ طارق العاشري كلاعب وكمحب وكان كابتن نادي الاتحاد وكابتن فتره من فترات منتخب مصر، فتاريخه عظيم كلاعب. لما الكابتن طارق العاشري تشوف السي في بتاعه بالمقارنه بالمدربين الفنيين الموجودين دلوقتي على الساحه والناس اللي هي ابتدت انها تتكلم وترشح فلان وترشح سين وصوت معين، هات سي في طارق العاشري وتشوف عدد البطولات اللي هو فاز بيها مع انديه. لو احنا رجع بينا الزمن كده ازاي طارق العاشري اخذ بيها البطولات؟ فالنهارده تعاقدنا مع الكابتن طارق وباجماع مجلس الاداره، والحاجه اللي انا كنت متخوف منها سنه كده هو رد فعل جماهير نادي الاتحاد في التعاقد مع الكابتن طارق العاشري. فشفنا اجماع على طارق العاشري جماهيريا واداريا كمجلس اداره وشعبيا جوه اسكندريه. فانا النهارده ببارك للكابتن طارق العاشري وببارك على ابن من ابناء نادي الاتحاد السكندري ان هو يبقى واخد مسؤوليه وهو يعني هيحس بينا احنا ويحس بجميع نادي الاتحاد عشان هو عايش جوه اسكندريه ويعي ايه طلبات الناس وايه الناس بتفكر في ايه وايه الناس حابه طموحها يكون ايه. فان شاء الله ان شاء الله تكون بدايه طيبه. في بلان واضح انا قدمته ان خلال 3 سنين بنبني فريق طموح، مزيج من الشباب والخبرات، مزيج من اللعيبه البرومسك الواعدين، وما عنديش اي غضاضه ان انا اشتغل من اللعيبه اللي هي اللي احنا بنحاول نجيبها تنتمي لنادي الاتحاد السكندري. المشروع ده ابتدى ان بعقود تمتد لمده سنوات معينه، اقلها 3 سنين اقل شيء، على اساس ان احنا نعمل استقرار فني للفريق بشكل كبير جدا، الاعتماد على مشروع الولاد الصغيرين بتوعنا القطاع، اكتشاف المواهب بشكل كبير جدا، ويبقى لهم مرايه ان هم يمتد ليهم الفريق الاول. اعتقد ده هيدي حماسه كبير جدا للقطاع عشان نكتشف الكلام ده. الحاجه الثانيه ان انا والجهاز الفني متولين المسؤوليه الكامله على المشروع ده، سواء فريق الامل احنا وجهازنا الفني كامله بنقوم به نتولاه في اكتشاف مع التنسيق طبعا مع قطاع الناشئين طبعا برئاسه الكابتن محمود عز وجميع المدربين في تواصل، ويمكن احنا بدانا الكلام ده من امبارح، ان شاء الله هيتواصل خلال الفتره اللي جايه بشكل كويس جدا عشان نكتشف المواهب ديت وندي لهم فرصه ان هم يتواجدوا. وده الامداد الطبيعي للقطاع او الهدف الطبيعي من القطاع هو امداد الفريق الاول زينا زي زمان زي ما كان بيحصل. احنا يمكن انا متذكر ان انا فرقتي لما كنت في 19 سنه و17 سنه حوالي 10 لاعبين طلعوا من القطاع بيمثلوا للفريق الاول. وبرضه عاوز اتطرق لموضوع اللعيبه الاجانب، لان احنا برضه عندنا مشروع في اللعيبه دول، لان عندنا 5 في القائمه ان شاء الله باذن الله تعالى نجيب 5 واحدين بشكل كبير جدا، لان دول نص الفريق. كمان عندنا 3 لاعبين تحت السن، وده القطاع الاستثماري كمان اللي هنستثمر فيه بشكل كبير جدا، عشان كده بنتأنى كتير جدا في اللاعبين اللي هنختارهم خلال الفتره اللي جايه اللي هم ينتموا ويفيدوا فنيا خلال السنوات اللي جايه، ثم ان شاء الله كمان استثماريا للنادي، دخلوا دخل بشكل كبير جدا للنادي استثماري، فيبقى عندنا فايدتين، فايده فنيه وفايده استثماريه كمان على الصعيد الاستثماري.